السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو هذا غادي نقدم لكم جوج الوصفات سلطة بالخضار والتفاح، وغنديروا واحد الدجاج اللي كنحمروه في الفران، كنديروا فيه واحد التتبيله رائعة. كنتمنى تبقاو معايا باش تشاهدوا الفيديو حتى النهاية وتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي، كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وإلا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، وشكرا لكم مسبقا. بالنسبة للتتبيلة ديال الدجاج، كنحتاجوا واحد جوج فلفلات حمرات متوسطات، كنشويوهم فوق البوطه مزيان وكنديروهم في واحد البلاستيكه باش كيسهل عليا نقيهم. غنحتاج معاهم واحد البصله متوسطه، ربعة ديال الفصوص ديال الثومه كبار، واحد الحامضه، شويه ديال الهريسه، وصوص صوجا. اذا كندير ديك الثومه في الطحانه، كنزيد عليها الفلفله بعد ما نقيتها مزيان وحيدت لها الزريعه اللي كتكون لداخل، وكنزيد ديك البصله مقطعه. كندير واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، الا كنتو كتاكلوا الحار ممكن ديروا جوج معالق. هاد المعلقه هادي ما كتاثرش، ما كيجيش الدجاج حار بزاف. كندير معلقه صغيره ديال الملحه، وكندير واحد المعلقه صغيره ديال التحميره. واحد نص معلقه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار. كنزيد واحد جوج معالق ديال الصوص صوجا، وكنعصر حامضه تقريبا جوج معالق كبار ديال عصير الحامض، وكنزيد واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. اذا كنخلط كل شيء مزيان، وكنكب داك الخليط في الصينيه اللي غادي ندخلو الفران، اولا في المول اللي غادي ندخل الفران. اذا هنا شللتها بواحد جوج معالق كبار ديال الماء، ما كنكثروش الماء بزاف، هنا غير جوج معالق كبار. الدجاج بعد ما غسلته قطعته طريفات وفلحته بهذه الطريقه هذه بالموس باش كتدخل ديك الصلصه ولا ديك الشرموله مزيان في هذا الدجاج هذا. اذا كنديرو في الشرموله وكنشرملو مزيان، يعني كندخل ديك الشرموله في دوك الشقوق اللي درت في هذا الدجاج هذا، وكنخليوه يرتاح تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه الا كنا زربانين. اما الا كان الوقت ممكن نخليوه ليله كامله. المهم كل ما تعطل هذا الدجاج في هذه التتبيله هذه كيجي بنين بزاف. اذا قبل ما نطيبوا هاد الدجاج كنكونوا سخنا الفران مزيان، يعني لاقصى درجه. اذا ممكن نغطيوه بابي الومنيوم وندخلوه الفران حتى كيطيب، عاد كنعريو عليه باش كيتحمر. كناخذوا من ديك الصلصه وكنكبوا عليه باش كياخد هاد الدجاج واحد اللون مذهب وكيجي محمر مزيان. اذا من بعد ما تحمر الدجاج وخد اللون اللي بغينا كيجي بهذا المنظر هذا، وريحته كتشهي ديك الريحه ديال الفلفله مشويه وديك التوابل كلها، وكيجي بنين بزاف. اذا كنديرو في الطبق ديال التقديم وكنكب عليه داك الصلصه اللي بقات لي، وكنزينو بشويه ديال الزيتون وشويه ديال المعدنوس.
وغندوزو دابا ان شاء الله باش نديرو الشلاضه. خديت واحد جوج خيزويات حكيتهم بالحكاكه غليظه، وعندي هنايا تفاح حتى هو محكوك. اذا فاش كنحط داك التفاح كنزيد عليه واحد نص عصير ديال نص حامضه معصره او الخل ديال الحامض باش ما يكحاش. وعندي واحد زلافه صغيره ديال الحمص اللي سلقته مزيان في الماء والملحه، وواحد البصله صغيره مقطعه شرائح رقاق، والخيار حتى هو اللي حكيته وعصرته من الماء. بالنسبه للصلصه اللي كندير مع هاد الشلاضه هادي، عندي واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع رقيق، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وكندير واحد جوج معالق كبار ديال الياغورت طبيعي. ما كنزيدش هنايا الخل ولا الحامض لان درته في الاول مع التفاح، وكنخلط كلشي مزيان. اذا الصلصه عفوا السلطه ديالنا كيجي المنظر ديالها زوين، وكيجي المذاق ديالها رائع، والدجاج كذلك ريحته كتشهي والمذاق ديالو زوين، وديك الصلصه اللي درنا فيه حتى هي بنينه بزاف. كنتمنى هاد جوج وصفات ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، وما بقى لي الا نشكركم على حسن المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.